بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعزائي أحبائي الغالين المتابعين أينما كنتم في هذه الساعة المباركة، اذكروا الله سبحانه وتعالى وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، ورطبوا إنسانكم بذكر الله، وبذكر الله تطمئن القلوب. عسى الله يطمئن إن شاء الله قلوبكم، ويفرج إن شاء الله عنكم، ويسلمكم ويسعدكم في الدارين الدنيا والآخرة. قولوا آمين. ويشفي إن شاء الله أمراضكم، ويغفر إن شاء الله لأمواتكم، ويجري إن شاء الله الغمة عن الأمة. قولوا آمين بأمر الله سبحانه وتعالى. أعزائي أحبائي الغالين، شكرا على مصداقيتكم معنا في توفير وجبة رمضانية بقيمة 7 دراهم، وشكرا على ثنائكم، وشكرا على تواصلكم، وشكرا على الثقة. أحبائي تسألوني عادة عن البهارات الرمضانية، وتسألوني عن السمن العربي في الرمضاني، موجود طول اللهكم على قدم وساق. لا وبشر حلوة حق الجماعة اللي يبون بمنطقة الشرقية أو بالعين أو بوظبي أو أهلا ومرحبتين بالغاليين المتابعين اللي تسألون عن بهار حرية أو إبزار حرية أو السمن حرية أو السحناء أو كنتوا بعيدين سواء المنطقة الشرقية أو وين ما كنتوا في دولة الإمارات العربية المتحدة، عسى الله يحفظها. خلاص توفرنا سيارة للتوصيل، هذا توفرنا السيارة، الحين الإبزار جاهز. خلاص تعال 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 تعال. زار الحين ما شاء الله جاهز، والسيارة جاهزة، والريال معك. الرمضاني افتح لي واحد بشوفه. هم نحن الحين خلاص نحط الكرب من السيارة، وهاي البهارات ما شاء الله جاهز. نعطيك برقم السيارة، البارح اتفقنا وياه وقلنا له بتوصل، قال اوصل وين ما كانوا وانتوا تصرفوا وياه، بس عاد التوصيل يشترط ما بتكون دبه او غرشه يروح للمنطقه الشرقيه، لا نعد النحن بجمله ونطرش ان شاء الله تبارك طيب. نعم هذا دخلنا ترتيب والتنسيق مع البهارات والسمن مع الاخ محمد ابو علي. ابو علي كم رقم تليفونك؟ 0565655447. احب اسجله. بسم الله الرحمن الرحيم، الغالين الطيبين على ابواب رمضان، اذكروا الله سبحانه وتعالى وصلوا على النبي، اللهم صل على محمد، الله يبلغكم رمضان انتم في اتم صحه وعافيه، ويجري عنكم المرض بعيد يا رب العالمين. يلا قولوا امين. قال انا غنيه واحب الهديه، قولوا قدر طاس ولا طاسه خليه، هذا المثل الاولي قالوا، وخاطري ايوه يحطون بالتليفون انه وحده سوى 5 رقاق حط عليه فرصات، كل واحد تكر ودام في خاطري فرصات. يا ربي وين اسيدور سوق الجمعه ما شي مسكر، انا بالشياء في الشارجه في المزرعه ما عندي، ويطرشوا لي واحد غايضين من بعد مخزيمه من اشناص وياكلوا هاكل فرصات الغاوي عنده في عمان، اذا ما حد ما يبين من يبين. لا اله الا الله، رزق الحي حي، واللي واحد من راس الخير ما يطول عمره ويعز ويزيد ثمره ويعطيه من الجنه. قولوا امين. شعبان امنوا ويخليه امه ويطول عمر عياله. ما وعيت والدين انت ما بلا تعال وكله، لا اغسله شقات اغسله عادة، هاي الدين هذا الدين ما باكل وايد عشان ما بل. وهذا الفرصاد، شوف الفرصاد ايه، في ناس يسمونه توت، هذا شقات تاكلونه يا ما ايه. وهذا شو تقول الماي، صور الماي شقا بارد بارد صبوا عليه ماي بارد. يا الله تقول في نهر لبنان أبو يبالي ماي بارد، ما بعد يبالي ماي بارد. يا الله ودلة القهوة، تعالي والضوء ها بالمدخن بعد بدخل أخوي اللي جايبنا، عسى الله يطول عمره ادعوا له. هي بدخنه بحطي لها من يوم. وين هذا؟ وين ال يا هلا ويا مرحبتين، وهذا المدخن الغاوي اللي جابه
يوسف خرخور الله يطول عمره ندخلكم. يوسف محتاج علي، قلت عدوا كلمة خان، قال لا أول متابعينك. شوفوا الأصول والإزقرطية، متابعين الغالينا شو رأيك بمدخلنا؟ الله يفرج عنكم يا رب البيت والحرام إن شاء الله. فضع يوسف دخل 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 ساعد مباركة ساعد مباركة دخل دخل الله يطول عمرك ويبارك في حياتك، ما قصرت على هالشيء العدل. نعم حتى العود جاي من رمضان أدخل جزاه الله خير، قال خلون لرمضان بعدك الله يطول عمرك ما قصرت، الله يدخلك إن شاء الله ودخلكم إن شاء الله في جنات النعيم. قولوا آمين. وفالة العصر ياسين ماشي، خلك في البيت يا ربيعي، عايش يومك طبيعي في البيت. هزي شو تقع شفت واحد قتل تقول توه يا ما يقبل ما يبارد يا ربي. وبعد صدقون هالتين وين اسمعوا هذا ما بتين يا بينا من السوق من الجمعية تين راس الخيمة، ويوم قالوا يوم قالوا راس الخيمة وناس وراس الخيمة بهانس، لا تفكر في الماضي عيش يومك واستانس، لا تفكر في الكورونا عيش يوم مستانس. الله يبعدكم ان شاء الله يا ربي عنه، الله ينجيكم، الله يحفظكم، الله يسلمكم ويسلم عيالكم أمة محمد والمسلمين. قولوا امين. هذا التين ما راس الخيمة والماي ايش كان يبقى ماي بارد ودوكم التين التين تفضل. نعم في راس الخيمة. نعم يا ابو الخرخور ما اقول من راس الخيمه، اقول من نبع الصفا من بيروت لبنان يعني شيء العدل عدل عندك. شوف 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 صبر بابا هاي والله انه في راس الخيمه ما بيابين من برا. وحباد بارد على الفرسان، حد يسميه فرسان وحد يسميه توت، لكن عاد يبوكم هذا التين اللي جايبينه من وين؟ جايبينه يسخر من راس الخيمه، منطقه في راس الخيمه من اروع المناطق واقدم المناطق وناسها طيبين. شمل يا الله يا شمل، كل هالاماراتي يشيلوا له شمل، مصيف كان للعالم، مصيف للناس، وتربتها غاويه لان اهلها زينين، سبحان رب العالمين اللي اهلها زينين التربه غاويه. وها فرصاته شو ايش قاعد، وهذا تينه تفضلوا ان شاء الله ما قلت عيد. والنعم براس الخيمه والنعم بشمل واهل شمل، مش بعد الرمس 40 بعد هناك شعب كلها فقيم ابوه اسمي ابو شير حاله الفرسان. لك في البيت يا ربيعي عايش يومك طبيعي. ما صار خمس دقائق ورديت البيت احمد بيت، ولا يا بي اللي بعد الهدايا هدايا اليوم شو بعد هاي. يا الله يا مريم يا بنت هاتي مريم اي وحليلة كل سنة مريم تبي حق رمضان اي هاي هدايا مريم. يا مريم ما قصرتي اسمي كلا ما قصرتي، هاي هدايا مريم يوسف ام محمد. الله شو البارحة كسرة في هاي الله عوضنا، ها كل هدايا مريم خالتي والعطورات بعد ها حمو تباع عطورات؟ ايه انت شد عند العطورات وين محمد؟ ما عطورات عند مريم بنت يوسف جزاها الله خير، كل رمضان لازم كل دخل في رمضان تبي دلال ما دلال، لكن هاي يصادرون علي ما يخلوني اودي المطبخ عندي غرفتي خاصه كله في البيت يغلطون ويا ابوي المطبخ حرام. مساكم الله بالخير والنور والسعاده، والله ما ادري ايش قايل اصبحت ما ضم عليكم شيء. وانا ياس ودق الجرس واحد صار حمول بطل الباب قال عطب بس لا يقول منوها فاعل خير وشوف فاعل شوي هاي قال بعد شفتك اليوم حطي الدلال قلت لك بعد دله والله يجزاك الله خير يا اللي بعد دلتين قال رمضان عطبوك جزاك الله خير عاد الدله بعد غير هاي الدله هي هاي هذه مكتوب عليها شاي وهاي شو مكتوب عليها بعد قهوة شو ايش قهوة هذه ايش قهوة انا والله ما البس نظار لازم حمود عبود هاي قهوة لا هي هاي قهوة وهاي شاي زين اول يلصقون عليهم الحين عرفن
جزاك الله خير ابوي ما قصر في ميزان حسناتك. ما ادري من دق الجرس وحليل وعطى حمود داود حق ابوك هاي دلتين واحده شاهي واحده قهوه مشكور ما قصر. هذا ناس الناس اهل كرم ومساكم الله بخير. وبعد دق الجرس ويايبين لي كرتون انزين قال لي هذا الكرتون يلا طالع شوفي هذا الكرتون الخيره واويلا حافظ حلو حافظ حلو بس تسأليني صدقة طالعوا الفضة طالعوا الذهب ايه حالة يلا 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 عاد هذا عاد غير صراحة مريم حافظ حلو شوفوا طالعوا ما شاء الله مشكور يا ابو علي ما رو ما اقول بس من بيطفرونك في الشارع قلتم وين ودي لي حريه الله المستعان هي شوف يا هي ابو اسمي لجاشه هذا عود يدخلون بطب جاشه